المغرب كله تقريبا اللي تنعرف انا، ما كاينش اللي ما تنهضرش عليه على الدركت يقول لك كله مشى. هادشي راه فات لافوكا بقى على لافوكا، لافوكا مشات، الهنديه تاهي تابا غادا مشات، وما صال الفلاح مسكين مشى الصراحه يعني. وعمرنا كل شيء ودابا بغينا حنا نشوفوها الهنديه، ما بقيناش بغينا نشوفوها. والدرك راه قبل الكورونا، هادشي قبل كورونا، هاد المرض من طاح راه طاح على كل شيء، ماشي زعما منطقه وحده، طاع المغرب كله تقريبا اللي تنعرف انا، ما كاينش اللي ما تنهضرش عليه على الدرك يقول لك كله مشى. ايوا هذا المرض هذا جا من عند الله، الا كان من عند الله مرحبا، كانت من شي حاجه اخرى الله يدير تاول الخير هادشي نطلبوا. وهاد الحشره ولكن كيفاش جات دقه وحده؟ هذا هو المشكل اللي كاين، كلشي من عند الله، تيقول لك المؤمن مصاب، هذا هو اللي كاين. والهنديه ديالنا حنا معروفه في المغرب، ملي كانت دايره ريال ريال جد ريال، دابا ولات 7 دراهم 8 دراهم حتى 10 دراهم الحبه. الصندوق كان دير تقريبا نقول 10 دراهم، ودابا الصندوق دير 700 درهم 800 درهم. وفات لافوكا، هادشي راه فات لافوكا، بقاو على لافوكا، ها لافوكا مشات، الهنديه تاهي تابا غادا مشات، وما صال الفلاح مسكين مشى الصراحه يعني. الفلاح ما واخا يدير اللي بغي يدير، ما فينا هو الماء، فينا هو الماء. واخا تبغي تزرع شي حاجه تنعشقو، كنا الهنديه تنبيعو نشرو فيها، ولكن ما تنبيعهاش انا، تيبيعوها ناس اخرين. انا كانت عندي في المزرعه ديالنا اللي داس ياكل. تنسمعوا عليك رحمه الوالدين، عمرنا كفوافنا وعمرنا رضات الوالدين وعمرنا كل شيء، ودابا بغينا حنا نشوفوها الهنديه ما بقيناش بغينا نشوفوها. يعني تصوروا معاها، انا فرحت ملي جيتي صورتيني اليوم انا مع الدرقات هادو، ولكن الحمد لله الحمد لله، نتمنوا الخير ان شاء الله. دابا اللي عنده شويه الماده وشويه هادي الدرك راه خاصو الغطا، خاصو البلاستيك باش يربيه. ولكن حنا باش غدير مثلا دراغو، شكون اللي غيقدر يدير دراغو؟ انا جربت دراغو، ماشي ما جربتوش، ولكن جربته في واحد العجلات ديال السياره كبار، خشينا باش يعطينا هذيك الدوره ديالو، يعطينا هذاك الشيء. ولكن دراغو ما تيمرتش، انا بالنسبه لي دراغو عندي دابا هنا ما عمري لقيت فيه شي صوفه ولا شي حاجه. وبالنسبه لي مع المشتل ديالي دابا عندي انا هنا تندير هادشي ديال الغرس، فوق واحد 40 شجره ولا 50 شجره ديال الانواع اللي فروي، حتى ما عمري لقيت شي مرض لاصق في شي شجره، مثلا بحال الحامض الكافيار ما لاصق فيه لا مرض لا والو، الجوافه ما لاصقش فيها، قوية فريز ما لاصقش فيها، البيطانكا فروي سميتها البيطانكا ما لاصقش، بالنسبه للفرومبواز التوت ديال الفرومبواز ما لاصقش، الباسيون ما لاصقش، الشجر اخرى ثاني المزاح بحال مثلا المزاح بحال هذاك الشيء كلهم حتى شي حاجه ما لاصقه، لاصقه في الدرقه. هذا المرض طاح في الدرقه، حب الدرقه طلع الحب ديالو في الدرقه صافي. هذا هو الحشره بحال العدسه، بحال العدسه فيها الدم، وتدير الصوفه فوق منها. وكانت واحد الحشره ثاني معها كانت تتنتقل تطير بحال شي بخوش رقيق ابيض صغير، هادشي كان هذا كان مده هادي مثلا تقريبا نقول شي عام دابا، باش ما بقاش يجي لعندنا. دابا الدرك اللي تنشوف اللي داير بالمزرعه ديالنا بالبلاد وداك الشيء، الدرك مسكين داب، كان عندنا الدرك بالعلو ديالو تقريبا شي 5 متر ديال العلو، والعرض شي حتى 10 متر. هذاك الدرك طاح، كنا حنا تنقولوا حيط بالعربيه اللي داس ياكل، تنقولوا واه بعد هذاك راه دايرينه حنا مزربين به، من هاد الزراب ومن اكل واكلين ومنظرين. دابا ما بقاش هذاك الشيء، دابا الا دستي على البلاد عندي دابا تعرات، ولا بغيتي تبني حيط دابا والله الدوله اللي خلاتك. ولكن هاد الدرك سبحان الله العظيم كنا تنزربوا به زوين طبيعي. طبيعي كنا مستافدين هاد النقطه زوينه، تنقولوا راه داير بالبلاد عندنا وداير بهذا الشيء، كنا مزربين به زوين. ولكن الحمد لله مزيان هاد الشيء، شنقول لك نطلبوا الصحه. واخا يبغي شي واحد مسكين دابا يعوض هاد الهنديه، ما يعوضهاش. الهنديه مشات فين هي؟ الصندوق وصل 700 درهم وحنا كنا تناكلوها بجوج دريال. انا بيدي انا كليت، انا كنت تنخرج باش نمسحها تنقولوا فيها الشوك. واحد النهار مشيت جبت انا من قلميم، جبت لشي ناس من الاربع سنين المسطي، شنقول لك 2013 بشحال جنا، جنا ب 30 درهم الصندوق، ونتفى بيدي من الشجره من تما من دخله ديال القلميم. علاش؟ لان هنديه عندهم هما تنقولوا الدرك ملاس
هذاك الشيء تبارك الله كاليتي عندهم الصراحه يادي، ولكن الكاليتي، ولكن دابا باش نقول لك شنو كاين ما نقدرش دابا ما مشيت. هنا دابا الهنديه فيما تندور انا شي منطقه ولا ديت لشي واحد شي حاجه ديال لي بلون ديال الغرس والشجر تلقى نشوف في هذاك الخير، تنقول شوف دابا هذا الشيء ديال الهنديه مسكينه انقرضت. وباش غترجع واش غدير لها؟ الا كان شي واحد اللي عنده الماده وبغى يدير لها البلاستيك ويدير لها لي سيرات ويدير لها الغطاء راه يقدر يكون لي هذاك الشيء راه يقدر يربح. الا بغى يغطيها وعالجها وهذا بحال دراغو. دابا دراغو ما تيديروش ليه، دراغو ديري البلاستيك الميكا بحال البنان اللي سيره ديال البنان اللي سيره ديال الفريز ولا داك الشيء مغطي الفوق ضروري. اما دابا باش يديرها شي واحد شكون بغى يديرها ما يقدرش.